نسأل ماريا. ماريا طيب أكمل ايه ايه كفاية كملي. الطريقة الثانية. تمام إذا على الطريقة الأولى تصير الدور ده تشايرك بار، دور ده تشيلك بار. يعني الرابعة إلا ربع. لا لو ما لا صار أنسى، هيك. لا يمكن خط لا نسيت انا الرقم، احكي إيه ما عن كتبت. التشيلك. تمام هي احكي عن كانت التشيلك. يعني الساعة الثالثة، يعني الساعة الخامسة تصير خمسة وربع. ما الخامسة، مو أول أنا خمسة حاجة ما وربع. نسيت الرقم ما بعرف. يمكن لا، أول مرة كتبت لي إياها 15، كان بثلاث الثالثة مو خمسة، ايه بنص ليلة هي 15. كان هاي. هذه بتصير و، يعني مو إلا، لأن قريبة على ال وربع، يعني هي تصير بار بيش، ساعات بيش بيشا ولا بيشي؟ بيشي 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 تشيرك جيتشيور. معلش نحفظهم شوي شوي نتعود عليهم. بكل ماريا إن شاء الله. إيه موزة طبعا أنت موجه طبعا. ماريا حكيتي انتي؟ لا لسه ماريا قديش الساعة؟ لا ساعة كاتش. دوكوز احكي دوكوز لك بالعربي اول شيء. ساعة من عشرة عشرة إلا عشرة. إلا عشرة، عشرة إلا عشرة، ايش راح تكون؟ أونا ايفيت أونا اونا. أون أونفار. ايفيت اونا اونبار. اونا اونبار. اوكي هنكمل. احطالي على الكل. صوت كاشتا يعني الطا نعرف في أي ساعة. في أي ساعة طام صادر. طام يعني تام ساعات التامة. هاي راح تكون عائشة اسم عائشة. عائشة صاد تكيز ده ويانيو يعني عائشة تستيقظ في الساعة الثامنة. سكيزده ساعة سكيزده ساعة كاتش تا حكينا مثل قبل مكان الكاتش بس نحط الرقم هون سكيز مثلا ونضيف التا. سكيزده نعرف هاي بتاخد ايش يعني هون جاي في استكشاف تشي لهيك حطينا التا. سكيزده ويانيور مثلا ساعة لازم يكون في ساعة دوكوز دا في الساعة التاسعة إشاء باشتيورم أبدأ بالعمل. أبدأ بالعمل في الساعة التاسعة ساعة كاشتا إشاء باشتيورسون ساعة دوكوز دا إشاء باشتيورم. بيز نحن ساعة أكشام بيشتا إشتان تكيورس. بيز ساعة أكشام بيشتا إشتان تكيور يعني نحن نخرج من العمل إشتان استكشاب إشتان من العمل في الساعة يعني في الساعة الخامسة مساء. أكشام بيشتا ساعة أكشام بيشتا هيك بيحكون. لأ هدول بالنسبة للتام ساعات من ساعة بوتشوك نصف عنم أمي
her gün كل يوم 7.30'da kalkıyor. Yani تقوم من السرير بمعنى kalkmak تنهض تنهض. تنهض في تا في الساعة السابعة والنصف 7.30'da. Annem her gün كل يوم 7.30'da kalkıyor. Bizim dersimiz درسنا 1.30'da bitiyor. ينتهي في الساعة. شوفوا هون ما في ساعات. هون في ساعات. بالطعم. ساعات. لأنه بنحكي ساعة تام. لكن بالبتشوك فينا نقول ساعات وفينا ما نقول. إذا ما نقول أصح يعني. Her gün 7.30'da kalkıyor. Bizim dersimiz 1.30'da bitiyor. Dersuna yentehi fissa'a alwahide vannusf. 1.30'da. Sizin işiniz yani amelukum. Sizin işiniz 6.30'da bitiyor mu? Hel yentehi amelukum fissa'a assadze vannusf 6.30'da bitiyor mu? يعني شغلكم بيخلص ساعة 6:30 دمك أو شغلكم بيخلص 6:30 من دون ساعة. شمدي ساعة مثل ما قلنا مثلا senin dersin saat kaçta bitiyor. إذا السؤال saat kaçta فأنت لازم ما تحكي الرقم تضيف الطاء والضاء حسب الرقم يعني في الساعة يعني sizin dersiniz kaçta başlıyor kaçta شوفوا ما حكيت الساعة فيني ما أحكي وفيني أحكي مثلا sizin dersiniz kaçta bitiyor ya da başlıyor sizin dersiniz yani ders okum ساعات كاشتا اكتب ساعة وفينا ما نكتب سيزن درسنز كاشتا بيتيور ينتهي فا هنقول الجواب ايش حيكون سيسو يلي هم بيرا ساعات لا بس بزيم درسمز Aynen. Bizim dersimiz. Bizim dersimiz. Bir buçukta. Dersimiz. On bitiyor. Bir. La ehku dersine al-hali. Ey sahab bintihi. Bizim dersimiz. Bizim dersimiz bir. On bir. On bir. Ama ne kadar gül akşam on bir. Tayyip. Ben rahat sade. Fi. On bir. On bir da. Birde bitiyor. Aynen bizim dersimiz yani dersuna bizim dersimiz 11'de 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 bitiyor. Hocam longul gece 11'de. Saat 11'de bitiyor. Nasıl? نقول جيجي. جيجي. حتى يعني يفرق بالضبط. حتى يفرق عنا إنه أمبير ده صباح عن الليل. تمام. بيزم درسimiz ساعات هيك رح تكتب الساعة معنا. يعني رح نكتب هون جيجي. بالضبط. يعني احنا كاتبين امبير ده هل هي صباحا مساء او يعني ليل فهمت عليك تمام الجاجا واكشام صباح اويله يعني ظهر وين نكتبون شايفين بين الساعه بين الساعات والساعه اللي حكيناها بين الساعات والساعه اللي حكيناها يعني
فينا نجيب الجيجا مثلا بيزم درسمز جيجا فينا نجيب باش باشا جيترا بالجزء فينا نجيبهم قبل الساعة يعني بيزم درسمز جيجا ساعة 11 ده بيتيوم بيزم درسمز ساعة 11 ده جيجا بيتيوم بس أكتر شيء الجيجا يعني تجيب البداية هون يعني قبل الساعة بيزم درسمز درسنا ليلا في الساعة 11 ينتهي في الساعة 11 الساعة 11 اوكي شمدي كلا في أن ساعة أرت ي نكمل ولا يكفي قواعد كترت ولا لا حسب ما أنتم بدكم خلينا نحفظ بعدين نكمل تمام بس هي الصفحة الصفحة 69 يعني رح ناخدها ما أخذنا كثير بس هي الصفحة ناخدها الصفحة اللي بعدها إن شاء الله الدرس الجاي نكمل ساعتان كولاي بانجا بس بدنا نحفظ شوي من الساعة كمان عين شيء دقيقة كلا مثلا شلون نستخدمه؟ دوكوز أونا أونا تشيرك يعني عشرة إلا ربع قابلتي يبيورم يعني أونا تشيرك كلا قابلتي يبيورم يعني أفطر بدل نقول في الساعة أفطر العاشرة إلا ربع كمان إلا هاي تجي كلا يعني في العاشرة إلا ربع أفطر كافالتيا بيورو كمان الكلا أو باقي على الأفطار شوفوا فوق لما نسأل عن ساعة تمام بس هون نسأل عن ساعة ونجاوب عليه الساعة هيك يعني ساعة كاتش هذا السؤال لكن هون مثلا السؤال بيكون متى تفطري مثلا أو متى تفطر أنت يعني ما عم بسأل يعني في أي ساعة بس يعني في الساعة العاشرة إلا ربع أنا أفطر كافالتيا بيورو هون ما بسألني الساعة بسألني بأي ساعة يعني مو بس الساعة بسألني إمتى أفطر يسألني إمتى أفطر بأي ساعة أفطر مثلاً يسألني عن شيء مثلاً أوم بيش كرك بيش يعني دوردا تيريك بار مثلاً دوردا تيريك بار هون لكن هون حنقول دوردا تيريك كلا بلشيوروز يعني نلتقي نحن أوز نحن نلتقي أينال نلتقي عند عفوا ستبها إيبت أي سحر ستبها يعني معناها هي من تكون السؤال مات ساعة مصحوبة بفعل معين راح النت من عندي عم تسمعوني مو؟ كأنه موعد إنه بهذا الموعد أنا بتناول الفطور نعم بسمعي صحيح شو واضح تمام مثلاً أيناً يعني بيسأل عن شيء حضرتك سمعتيني من السبهار هو أنا أتناول مثلاً الفطور هو المجموعة الأولى اللي هي ساعة كاتش يسأل في أي ساعة يعني ساعة كم تمام. يعني يسأل عن الوقت هسه حاليا أو فلان وقت يعني ساعة كم الموضوع الثاني اللي هي ساعة كاتشا يسأل يعني في أي ساعة يحدث أي يعني حدث معين في مزبوط. أي ساعة هلا على كلا حدث معين في ساعة محددة يعني هي الكلا
إنه أنت مثلاً تتناول فطورك أي ساعة؟ الساعة 7 أتناول بالضبط. أو الساعة 10 إلى ربع زي ما يعني أوكي. يعني هو حدوث حدث معين. يعني وقت الفعل، خلينا نقول وقت الفعل. قال إيش يعني؟ يعني متبقي. باقي إلا. باقي. 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 هي معناها باقي على الإفطار ربع ساعة. الكالمك الكالمك لحالة معناها البقاء جيتشا المرور تمام رح ناخذها هي كمان فنحن منقول مثلا ما نترجم بالعربي بالحرف باقي بس لكن نحن مثلا هون السؤال إيش رح يكون ساعت كاتشتا شوفوا كمان كاتشتا ساعت كاتشتا كافالتي يا بيور يا بيور سمسان يعني متى تفطر كاشتا أيوة معناته مربوط بساعة محددة لفعل معين نحكي فيه نوع من الاستمرارية أنا مش شاطرة كتير بالعربية بس يعني أنا عم بحكي من ناحية منطقية الكالة بتيجي على أساس أنه أنا بفطر الساعة 7 أنا خلص كل يوم الساعة 7 بفطر مثلا للسؤال متى تمام كاشتا مثلا كهبالتي يا بيوسون اها فبيجي الجواب انا تشاي ريكالا كهبالتي يا بيورو اينا نويلا تمام بعد كاشتا كهبالتي يا بيوسون شوفوا هو هذا تابع للكاشتا بعد كاشتا في اي ساعه تمام Peki 15:45 yani 4'e çeyrek kala buluşuyoruz. Ne zaman buluşuyoruz? Ne zaman? Kemen mete ya da saat kaçta? Saat kaçta? Neyse. Saat neltaki. Kaçta buluşuyoruz? Neltaki. Buluşuyoruz. Saat kaçta buluşuyoruz? نقول 4 çeyrek kala buluşuyoruz. يعني 4 إلا ربع نلتقي. نلتقي في الساعة نلتقي عند الرابعة إلا ربع. أربعة مثلا بنقدر نجاوب طب مس بهار مثلا أنت سألتي مثلا ساعات كاشتا buluşuyoruz مثلا ممكن أنا أجاوبك مثلا 4 çeyrek بولوشيوروز لا ما بقدر انا اجاوب من غير كلام بدون كلام ما بتزبط لا أوما. تمام لا التام شوفوا هو هاد تابع للايش؟ للساعة كاشتا هاد تابع للساعة كاشتا في اي ساعة هون اذا كان تام ساعتر اذا كان ساعة تامة اذا كان نصف يعني النصف بتشوك عم تسمعوني مو سامعينك ست بهر كفي انا بالنسبه لي تمام الفار عندي وقفت مدري ليش اتكي على الكبسه اليمين تمام شندي والنصف كمان نقول مثلا يد بتشوكتا لكن اذا كان سؤال انه متى ساعات كاشتا قهوالتي يابيورسون في الدوام أبسألك إمتى بتاكل متى نلتقي وهيك نقول كلا ما نقول مثلا بكذار داكي كفر لأنه هون ما عم يقول ساعات كاش قديش الساعة هون عم يقول متى هيك تمام مثلا on dört kırk يعني هون ساعة 42 دقيقة يعني 3 إلا 20 3:20 دقيقة 20 كلا 3:20 كلا برنامج başlıyor يعني يبدأ البرنامج برنامج يعني ساعات كاشتا برنامج başlıyor ساعات كاشتا برنامج başlıyor Saat 3:20 kala program başlıyor.
في هون عندنا مثلا 7 إلا 5 دقائق يعني تاد كاشتا في أي ساعة يمشي الباص تالقيو إنه تاكمط إنه النهوض معناه إنه الباص إمتى بيبدأ بالمشي بمعنى تاد كاشتا أوتوبس تالقيو ينطلق أين ينطلق عندي العربي ضعيف شوي ساعدوني هيك دائما شكرا أقدر نكمل يديا بيش كلا يديا بيش كلا يعني 7 إلا 5 الباص ينطلق باشليون يعني هون صاد كاشتا إذا بكون إلا فنقول كلا ونكمل الجملة النوع بسألني صاد كاشتا صاد كاشتا أشيلة صاد صاد كاشتا أوتوبوس طوكيو Peki, في هون عنا جيتشا هون كمان نفس الشيء صاد نفس اللي فوق إي وإي 4 دقيقة بعدين جيتشا هني كان جيتشيور هون جيتشا يعني و هيك هيك بصير مثلا نكمل الجملة on 15 يعني 10 و15 دقيقة يعني 10 وربع onu onu çeyrek geçe ماذا يحصل بس قول geçe أو قلا في شيء بيحصل بهاي الساعة معنا بدي كمل onu çeyrek geçe evden çıkıyorum أخرج من البيت onu çeyrek geçe evden çıkıyorum. Yani أخرج من البيت عند الساعة 10:15. شوفوا هون عفوا ست geçe شنو معناها؟ geçe مرور بيجي معنا لحاله geçe. تمام. قال بقى. يعني إلا قال. kalmak بقى geç geçmek العبور مرور şimdi 16-15 yani 4 وربع 4 çeyrek geçe diyekemmel ما بصير اوقف عند الجيتشا فوق كنا نقول geçiyor لكن هون geçe ماذا يحصل علي geliyor ياتي علي ياتي aynen mesela burada soru ne olacak eş hikun sual saat kaçta Ali geliyor. Saat kaçta? Yani fi ay saati yati Ali. Saat kaçta? Gene sual hek. Saat kaçta Ali geliyor? Ali ismalem nüktübül kibir. Ali geliyor. Saat kaçta Ali geliyor? 4 çeyrek geçe Ali geliyor. Yani yeti Ali fissa'a rabi'a ve rıba. Ba'da 3:20 geçe ders bitiyor. Mada yahsal? Ende sa'a. Ende sa'a 20 dakika. يعني 3:20 geçe ders bitiyor. ينتهي الدرس. في هذه الساعة. Saat kaçta ders bitiyor? Saat 3:20 geçe ders bitiyor. Mesela hon 7 7'yi 7'yi كمان ye fasıl أو الحباية. Saat 7'yi 10 geçe 10
وعشرة أوتوبسة بنيورم يعني ساعة أوتوبسة بنيورم يعني بركب الباص بنيورم أركب الباص عند الساعة السابعة وعشر دقائق أونجيتشا أشوفه بالترجمة يصير عنده أما عندهم غير صاد كاتش صا مثلا اسأل هانية 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 صاد كاتش صا ويان يورسون بأي ساعة تستيقظين؟ أي ساعة تفيقين؟ فيك تحكيها بالعربي؟ معلش هاي أول درس لأنه في ساعات ساعات شوية هيك بتخربط. احكيها بالعربي أنا بحكي. ساعة كاشطة. كاشطة ويا نيورسون. ويا. نيورسون. يعني متى تستيقظين؟ إيش جوابك؟ إمتى بتفيقي؟ دوشت ساعة أربعة بتفيقي؟ دوكوز تمام في ناس بتفيق على الأربعة بتصلي هيك يعني تمام ساعة ساعة دورتا إذا كان تام نكتب دورتا دورتا ويان يورو أينان طيب محمود إيه أوكولا gidiyor musun أوكولا gidiyor musun بتروح المدرسة إيه أروح المدرسة قل لي أبد gidiyor Evet. Gidiyor. Evet. Saat kaçta okula gidiyorsun? Afaşın saat. Saat kaçta okul? Şu yani okul? Medrese. Evet, gidiyorsun. Aruhil medrese tibi ya saat. Aynen öyle. Evet. Sekiz. Saat sekize. Şuf Mahmud. On saat tıklım mesela. Tamam. Saat. On sekiz. Kaç. Mekan el kaç. Tkul. Sekiz. Tamam. Sekiz. Fi on ta bak. Sekiz. سكيزي نخلي اي بالاخير لا. لا هون نحط التاء او الدا هي في الساعه الثامنه سكيز دا هون لانه في فصل كتاب استخدمنا تشي لكن هون ما في نحط الدا صاد سكيز دا اوكولا يعني يورو اوكولا ها جيديور سون لا أنت بتروح بتقول أنا بروح جدي جدي إيش لاحقة البان البان إم إيفت جدي يوروم جدي يوروم إيفت ساعة سكيزة أوكولا جدي يوروم يعني بروح المدرسة ساعة ثمانية رؤى Evet. Evet. بدي ما تقولي الساعة التامة، بدي تقولي الكلا أو الجيتشا، اختاري أنت وحدة منهم. مثلا خلينا نقول سات كاشتا سات كاشتا بلوشيوروز أنا وياكي. إمتى بنلتقي؟
أي ساعة؟ ساعة تسعة. تسعة وإيش؟ دوكوز كيتي كالا كالا كالا. طيب احكي الدقيقة وبعدين الكالا. دوكوزا بس بالتسعة يعني بس الدوكوز. بدك تقول دوكوز دا هدي انه في الساعة التاسعة دوكوز دا. لا انا بدي يا تحكي لي الكالا يا الجيتشا. ها يعني دوكوز دا دوكوز يعني احكي لي الساعة التسعة وعشر دقائق مثلا. دوكوز on دوكوز دو دوكوز دو evet دوكوز دو on geçin geçin. شوفي رؤى إذا بدك تستخدمي هو إذا بدك تستخدمي الكلا بدك تقولي الأ أو الأ يعني دوكوزا. طيب رح أكتب دوكوزا. أعطيني الدقيقة قلنا عشرة مو on. نعم كلا buluşuyoruz. يعني ساعة عشرة نلتقي. عشرة لا تسعة عشرة عشرة إلا باردون عشرة إلا عشرة تسعة إلا عشرة ثمانية ثمانية إلا عشرة ثمانية لا لا ثمانية إلا عشرة تسعة إلا عشرة تسعة إلا عشرة إلا عشرة لا تغربطوني تسعة إلا عشرة دوكوزا أون كالا. شوفوا الكتابة نقرأها مثلها مثل بالعربي لكن الساعات هون تخربط. دوكوزا أون كالا بلوشيورز أين النيلة يعني تسعة إلا عشرة نلتقي. نحاول ندرس هدول إن شاء الله شوي شوي نتعود عليهم. مين ما طالعنا؟ سوما سوما ما بتحكي بن هجام هات هات gidiyorsun. شو الدون؟ دون جوفسون يعني تذهبين كل يوم؟ دون معناه حفلة زواج. أي ساعة تذهبين؟ ها تمام. يدي جبيك ساعات يدي ساعات يدي جبيك يدي ولا يدي؟ أكشم يدي يديه evet çevik yediye çeyrek yani 7 ربع çevik çevik gece ama تقولي yediye çeyrek çevik شوفي الآ شو بياخذ gidiyor الآ شو بياخذ والآ خلا فمعنى إذا بدك سبعة وربع بتقولي يدي يدي إيه أنا دافع يدي يعني بعضهم يدي تشيرك قديوم بعد تشيرك جيتش تمام جيتش جيوم قولي ليلى ها صار غلط انا قولي جيتش صح إيه. صح تمام ايش بعدنا متعودين على اللفظ مالتهم بس شوي نتعود ان شاء الله جيتش جيوم ايفيت جيديورم جيدي يورم
طيب هو بس يعني بسوى نكتب مساء وليلا بنفس الجواب action و get here action بتحديد الوقت يعني مساء يكون مساء وبعدين صارت ليلا لا هاي مو ليلا هاي get هون اوكي انا اسفة انا هي قالت جاجا قلت لها الجاجا غلط الجاجا انا ضليت معلقه على السمع تمام تمام فيكي ظل حدا ما طالعته ايفيت كيم زيد ايفيت ايفيت ايوه امينه تمام طالعكم انتوا الاثنين صاد ايش اسالك انت اعطيني سؤال ما بالي سؤال صاد كاشتا öyle yemeği yiyorsun öyle yemeği öyle yemeği şu yani يعني الغداء إلى ظهر يمك طعام طعام الظهر يعني الغداء إحنا صاد كاشتا إلى يمي يورسون يعني تأكل متى تأكل غذائك غذائك الغداء أي أوكي ساعات iki بلوش نقدر نضيف هنا ست نص يعني ونص لو ما بس شو كتار حتقول سنتين ونص أين؟ بوتشوك تا إيه بوتشوك تا إيه أيلا يمي يوروم يوروم إيه أيلا يمي سمعوني هذا دوري تمام الزوم رح يسكر نرجع نفوت ونكمل وأمينة انطالك أنت تمام